السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نتعرف مع بعض على ال HTML هايبر تكست مارك اب لانجوج. هي دي اللغة الأساسية أو البنية الأساسية لكل صفحات الإنترنت وكل اللغات اللي بتشتغل على الإنترنت. طيب هنشوف أسهل طريقة ممكن تعمل بيها على الموضوع دوت. هقول هنا نيو وهقول له أنا عايز ملف تكست عادي تكست، تمام. كل اللي أنا هعمله إن أنا أغير الامتداد دوت ل HTML هايبر تكست مارك اب لانجوج واقول له انتر، فتحول لصفحه انترنت. هياخد الايقونه بتاعت المتصفح الافتراضي. طيب انا عايز افتحه، ادوس عليها مرتين هيفتح لي المتصفح. اقول له انا عايزها تبقى في نص الصفحه كده بالشكل ده. طيب وعايز افتح الصفحه دي عشان اكتب فيها، لان انا لما فتحتها بقت فاضيه خالص. هاجي هنا واقول له اوبن ويز واقول له نوت باد. هفتح النوت باد بالشكل دوت هنا. كل اللي انا هعمله بقى دلوقتي ان انا هكتب مثلا اي كلمه. خليني مثلا اكتب كلمه بيم اريبيا، تمام، وسيف، واجي هنا واقول له اف 5. كتب لي الكلمه زي ما هي، تمام. هو ده مش الصح، ده مش الصح بتاع ال HTML، بس انا اوريك مثال عشان نفهم الفكره بس. طيب لو انا جيت هنا وعملت القوسين بالشكل دوت وحطيت هنا حرف البي، وجيت هنا عملت القوسين برضو وحطيت حرف البي بس قبليها شرطه كده ودوست كنترول اس وجيت هنا دوست اف 5، هتلاقي الحاجه بقت بالشكل دوت، تمام. طيب لو انا جيت هنا وقلت له اي مثلا، وجيت هنا وقلت له اي بعد الشرطه وقلت له اس وجيت هنا دوست اف 5، هتلاقي الكلمه بقت مايله. معنى ايه؟ معنى كده ان انا عندي ترميز للكلمة اللي هتتكتب. كل حاجة بتبقى موجودة، بيبقى فيه حاجات بين اقواس، ده اللي بيفهم المتصفح، هيفهم الكلمة دي هتبقى شكلها عاملة ازاي. يعني الجزء دوت والجزء دوت ده ال HTML. طيب عشان نعمل HTML مظبوط لازم اجي فوق واقول له HTML، وفي اخر خالص اقول له شرطة HTML. وهقسم بقى الشغل بتاعي جزئين، في جزء اسمه هيد الرأس، وده بنحط فيه الحاجات اللي مش هتظهر في الصفحة، وهقول له هنا هيد. وبعد كده عندي جزء اسمه البادي، وده الأجزاء اللي موجودة في قلب الصفحة. أي صفحة إنترنت بتتكون من الأجزاء ديت. وفي الهيد بعمل حاجة اسمها تايتل، اللي هو العنوان اللي فوق. على فكرة احنا شغالين بأبسط حاجة خالص، نوت باد بسيط، في نوت باد بلس، في حاجة، في كذا برنامج بيعمل إيديت لصفحات HTML بيسهل علينا الشغل وبيعملها في أشكال ألوان تسهل علينا الشغل. بس خلينا نشتغل بأبسط حاجة خالص. التايتل هنا ممكن تكتب إيه مثلا؟ ممكن بالعربي كده تكتب تعلم معنى لغة ال HTML واقول له كنترول اس اسيف. غالبا اللغة العربية بتبوظ لما بسيف بالنوبات غالبا يعني، تمام. اهو جاب لي علامة استفهام، ما فهمش هو العربي. طيب خلينا نيجي هنا learn with us. مش المشكلة في ال HTML، المشكلة في النوبات، بيبقى محتاج ان انا اغير الفونت واغير فيه شويه حاجات. ادوس هنا هتلاقي ليرن ويز اس، تمام. زي ما انت شايف اللغه سهله وبسيطه وما فيهاش اي تعيد، وتقدر تعمل اي صفحه وتغير الالوان وتغير الاشكال والفونتات وكل حاجه انت عايزها.